نعتبر خلاص عرفنا الحمد لله البروتين كونسنتريشن تمام، ومن البروتين كونسنتريشن عرفنا الفوليوم اللي هيتحط بيرويل تمام. طيب مش بس الحاجات دي كلها بتأثر عندي في الشغل، انا بيأثر معايا كمان الموليكولار ويت اوف يور تارجت تمام. اكوردنج تو الموليكولار ويت تمام بتشوف انت هتعمل الجل نسبته كام. طيب هي الفكره بتقول ايه؟ بتقول ان انت كل ما تكون عندك الرننج البورز اللي موجوده دي نتيجه لتفاعل الاكريلامايد والبيس اكريلامايد كل ما تكون ضيقه خلاص، يبقى المايجريشن فيها ايه؟ المايجريشن هتبقى فيها سلو تمام. معناها ان انا اقدر اعمل سبريشن للمين؟ لللو موليكولار ويت بروتينز تمام. طيب لو البورز دي بقى البورز كبيره يبقى المايجريشن هتبقى عاليه فيري فاست تمام. في الحاله دي انا هعرف اعمل سبريشن لمين؟ الهاي مولكولار ويت بروتينز، وهفقد مين؟ اللو. ما ينفعش هجمع الاثنين تمام. طيب اللو يعني ايه؟ اللو يعني مثلا ممكن يكون في حدود 25 27 17 10 وممكن توصل لخمسة، بس في حاله خمسة ده ها خلاص المفروض هستعمل نسبه معينه من الجيل. طيب والاعلى من كده بتستعمل انهي جيل؟ احنا الرينج اللي معروف عشان تعرف تعمل له هاندلنج، لا اما يكون عندي starting from 8% 10% 12% 15% تمام. وفي ناس عملت 17 وفي ناس عملت 20، بس ده بيبقى يعني عارف كانك ماسك ورقه في ايدك بتبقى صعبه قوي، ودي بتبقى عامله حته جيل ماسكها في ايدك كده، لو ما مسكتهاش كويس هتقوم متفرفته في ايدك. وفي ناس عملت 6% جيل، يبقى ده كل ما يكون 6% يبقى المايجريشن عندي ايه؟ اسرع تمام. وكل ما يكون عندي الـ 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 النسبه بتزيد يبقى المايجريشن عندي ايه؟ اقل وابطا. يبقى دول لو موليكولار ويت ودول مين؟ هاي موليكولار ويت تمام. طيب وليكن كمثال هنقول تارجت مثلا تارجت مثلا التارجت الاولاني ماشي الموليكولار ويت بتاعه كام؟ 60 كيلو دالتون. ده يمشي معاه من اول العشرة ال 12 وال 15 كمان. لو انت عايزه تعملي انذر تارجت معاه هتقدري تعملي اللو موليكولار ويت معاه، لو مش هتعملي حاجه ثانيه خلاص اتز يعني بالنسبه لك مفيش مشكله. طب انا بعرفها منين؟ ترايلز ولا لا؟ دي هو في جدول استامبا معروفه بتقول لك جايدنس كده، لو انت كذا استعمل كذا تمام. طيب لو انا عندي كمثال مثال تاني، انا عندي 280 كيلو دالتون، يبقى انا المفروض استعمل من انهي؟ من اول فين يا شباب؟ يعني من اول الثمانية او العشرة، يبقى ينفع معايا كام؟ 8 و10% جيل خلاص. طيب لو انا عايز تارجت تاني مثلا معايا 17 كيلو دالتون، يبقى انا استعمل مين؟ 15 و17 من فوق. 12 مش احتمال تشوفها واحتمال ما تشوفهاش تمام. يبقى انا دلوقتي according to my target انا بشوف مين البيرسنت اوف جيل اللي انا هعمل لها ايه؟ كاستنج تمام. ده اللي بنسميه مين؟ السيبريتنج جيل تمام. لان احنا عارفين ان احنا بيبقى عندنا سيبريتنج جيل خلاص، وعندنا مين؟ ستاكنج جيل. ده طبعا البيزكس بتاعت مين؟ البروتين الكتروفريزز. الستاكنج بيبقى بنسبه كام؟ 4%. ليه بعمل ستاكنج؟ من كلمه ستاكنج بيقول جمع كله، يبقى كله جاي رن فين؟ عند الستارت لاين. انت هتسابقهم في المولكيولار ويت، مش هتعمل سباق ما بينهم في المولكيولار ويت. انت دلوقتي حطيتهم على الستارتنج لاين كلهم نزلوا معاهم في الويلز تحت خلاص، وهم هيقفوا على المين؟ على الستارتنج لاين. اجري بقى انت وسرعتك في مين؟ في السبريتنج جيل اللي هو مين بقى؟ من اول واكم 6 لحد كام؟ ال 20. وفي ناس في بتبقى جاهز يعني الجيل ده ان يعمل لك جيل من 4% ل 20% جراديانت. يعني ايه؟ نفس الجيل فيه من 4 لحد 20% سبريتنج جيل تمام. بس دي بتحتاج ايه وانت بتعمله؟ ما مش هتحط نسبه يعني كومبوننت انت متخيل ان انت
النسب هتبقى مختلفه، مره اكريلاميد عالي ومره اكريلاميد اقل، فبتبقى عامله زي ايه، انبوبه متوصله بسوليوشن وانبوبه تاني بسوليوشن بتركيز عالي وتركيز اقل، وفي بامب بتحسب تعدي من التركيز العالي كام ومن الاقل كام، خلاص تبقى اوتوماتيك، فبتبقى دايما الناس شاريها جاهزه. خلاص سمعت وعرفت ان انت ممكن تعمل ايه بعد ما تحط نسبه الاكريلاميد العاليه ده، خلاص حطها في الميكشر بتاعك في البيبر، وقوم مدخل جلاس رود من تحت واسحبه لفوق، يبقى كانه عمل ميكس من تحت لفوق بالنسب العاليه، من النسبه العاليه للنسبه الايه الاقل اللي هي للي فوق. انا ما جربتهاش ولكن سمعت انها ممكن تتعمل. تمام. عامه احنا بالنسبه لنا ما احناش محتاجين حاجه زي كده، احنا الحمد لله بنروح نلاقي منها واحد منهم بنحضر. تمام. نتقابل تاني بقى نشوف مين الممبرين.